لبعلاء ظلت مزبوط. الدرس السابق عملنا نذكركم هاي المحلكات اللي هي مهمة جدا. عملنا الشتوت بنوت اللي فيها بتاخذ كل المصفوفات تاعت الفريمم، ارقام الفريمم، ولكل مصفوفة كمان او فريمم الى ترانسفورماتيا تاعتها. كذلك الامر عندنا الشتاب ونامعتيكا، وعملنا الدوال اللي هي عبارة عن الهيتناهجيوت البيهيفيرز تاعت الروبوت او تاعت اسف الروبوت تاعت البلاير اللي عندنا، اللي هي مثلا جو رايت جو ليفت، وبتقدر تعمل طبعا الشغلات الثانية الملائمة طبعا السبرايت تاعك. واضح يعني شو عبارة عن كل واحدة من هذول الجو ده؟ تغير السيكوانس وتشغله. بمكرات عنا كمان في موف عنا إزاحة، وطبعا الكانسل موف شفناها هي بتول تساعد أحرون أو إلغاء الخطوة الأخيرة. وأنا برجع على هذا الشرح كمان، بذكر للي معملش تعود، للي التعود تاعه مش مزبوط يعمله، لأنه خلال الفترة الجاية رح قبل ما نطلع على الفرصة على الأقل نعمل ولو مرة نفحص كل هاي الشغلات وأعطيكم علامة عليها قبل ما نطلع على الفرصة. نعم استاذ انا مش فاهم، يعني انا عبارة من الاعادة واضحة. الجو جو ليفت بروح على الشمال، جو رايت بروح على اليمين، وظيفته يبدل السيكونس الملائم، اختيار السيكونس الملائم وتنفيذ عملية الازاحة. اليوم بدنا نعمل الدالة التالي. ما هو اذا نستنى جواد لسه اني اكتب التعود. الدالة اسمها react to key pressed. مزبوط ان الاستحكام تاعنا بده يرد فعل لايش؟ لكي بريست، لشي كباس انضغط. مزبوط هذا الكباس عم بحكي هنا على الكباسات تسال مكاشيم. مكاشيم حلو. طبعا اللي عامل على مساخ مقاع هناك بدي يعالجها بالبوينت ريبريست، في الداله بوينت ريبريست اللي مش نسيها. هون احنا من رد فعل طبعا لكبات، شو عامل انا داله اللي ببعث لها انا الكي بريست، وعامل شو هنا بفحص انو كي بريست انضغط. عملت سويتش كيس وبقول له هل هو رايت بريست، اذا رايت شو بعمل؟ واضح. وهيك بميز انا كل كباس. في حالة انه ولا واحد انضغط شو بعمل؟ ستوب موفينج. شو هاي اللي ستوب موفينج لسات بتعمل؟ هاي شو بتعمل ستوب موفينج؟ مين بيشرح لي؟ طبعا هذا شرحته صرت مرتين كمان الدرس السابق. شو بتعمل يعني؟ مزعم بتقولي بس ستوب موفينج شو بتخلي السبرايت يصير فيه؟ شو بتأثر على سبرايت ستوب موفينج تاعت سات؟ لا هذه كانسل موف، انا بحكي ستوب موفينج. ايش يعني بعدش يتحرك؟ بعدش يقدم؟ هذا قصدك بعدش يتحرك؟ اذا هيك قصدك فغلط، انه الفريمم بعدوش يتحركوا، هذا معناه مش انه بيتحركش محله. السات كمان مره سبرايت انيميشن تاسك مسؤولي بس على تمرير الفريمم. لما قلت له ستوب موفينج بطلوا يتحركوا الفريمم. وهي بأني حالات ماي؟ بحالات انه واقف لا عم بروح شمال ولا يمين. لما هو واقف بديش ياتي يضلوا ماشي محله، محلك سر، فعمل ستوب موفينج. عشانك اذا ولا واحد من هاي الحالات ستوب موفينج. واضح استاذ؟ بلشوا انسخوها وتعدوها.